السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم حلقة جديدة ومسمع ماي ايزي انجلش. النهاردة نكمل مع بعض يونت 1 في كونكت سنة 5 ابتدائي ان شاء الله. اتمنى لو الفيديوهات بتعجبكم نعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت جديد معايا في القناة. سيب لكم روابط الحلقات اللي قبل كده او الدروس اللي قبل كده، لينك كل درس لوحده، وهسيب لكم لينك شرح القاعدة بتاعت اني وصم، اتفرجوا عليها. اللي بيتلخبط ان شاء الله مش هيتلخبط فيها تاني بعد كده. كل اللينكات هسيبها لكم في خانة الوصف بإذن الله. يلا بينا نبتدي الليسون 4. وعندنا هي عبارة عن ستوري لذيذة كده وفاني، يعني فور فن نرفه بيها عن الولاد، والولاد بتتشوق جدا الحاجات دي. يلا بينا ستوك بينا ستوك، جاينت جاينت، كاسل كاسل، ماجيك هن ماجيك هن، جولدن ايجز جولدن ايجز، جولد كوينز جولد كوينز، جود برايس جود برايس، سبيشال بينز سبيشال بينز، كيج كيج، جراب جراب، تشوب داون تشوب داون، اكس اكس، ريتش ريتش، فور فور، فري فري، كايند كايند. The other page عندنا كمان angry angry، hungry hungry، trouble trouble، large large. Extra vocab عندنا on the way to the market، on the way to the market. دايما ناخد بالنا من prepositions أو حروف الجر، يعني on the way ناخد بالنا اللي هي بتاخد on the way not in مثلا. At the very top at the very top، at last at last، thank you for helping me thank you for helping me، filled filled، ground ground، clouds clouds، save me save me. عندنا هنا بيكلمنا عن البرونونسيشن او النطق، قواعد النطق، وبيوضح لنا الفرق بين اللونج فاول او الشورت فاول. ودايما بيقول لنا او عايزاكم دايما تلاحظوا لما بيكون عندي في الورد الواحدة او في الكلمة الواحدة two vowels، غالبا بنقرأ الفيرست وان ومش بنقرأ بصوته، بنقرأ باسمه. يعني مثلا ايه اسمها ايه، هقراها ايه مش هقراها اه، الاي هقراها ايه مش ايه، الاي هقراها اي نوت ايه. تمام، بنقرا باسم الفاول مش بصوته، وده لما بيكون عندي يا اما تو فاولز جنب بعض او لو فاصل بينهم كونسونانت حرف ساكن. طيب ليتس سي، عندنا بين بين، ميت ميت، بريد بريد. لكن عندنا هنا الفاول جاي لوحده في الورد، ففي الحالة دي بنطقه بصوته بالساوند بتاعه، like milk milk، fish and candy. هنلاحظ كمان هنا ان لما بيكون في two vowels زي ما قلت لكم، حتى لو فصل بينهم consonant بنقرا ال first one باسمه. يعني ايه باسمه؟ يعني هو عندي هنا A او I هقراها A او I. تمام، طيب لكن السكند باول مش بنقراه خالص، يعني الاي اللي جايه في الاخر بتكون سايلنت اي، لايك جريب ايه جريب، كيك كي ايه كيك، لايم اي لايم، رايس رايس. تمام كده. كمان عندنا هنا الشورت فاول واللونج فاول كمان، كار تاب فات زي ما قلنا بنقرا الساوند، لكن هنا في تو فاولز في بينهم كونسونانت، لكننا بنقرا النيم بتاعها اسمها اللي هي الاي، كير كير، تيب تيب، اند فيت فيت. طيب كمان مدينا كيك، سنيك، رين، بين، جري، هي. بالنسبة للconjugation، ودي طبعا
بس بنعمل عليها ريفيجن كده عشان نفتكرها. climb climbed count counted took took the reach reached stay stayed pick up picked up plant planted sing thanked carry cry cried save saved grab grab chop down chop it down. والإرريجولار عندنا meet met through through build built fall fell go up went up run away ran away think thought and cut down. بتفضل cut down زي ما هي. تمام كده. طيب بالنسبة للجزء بتاع الماس ده، أنا الصراحة مش يعني مش ضريعة في الماس، لكن اللي أنا أقدر أقوله لكم إن إحنا مش هنحفظ في الدرس ده غير المسميات. يعني أنا يهمني جدا إن أنت تحفظ كلمة decimal أو هي الأرقام العشرية، كلمة fraction يعني الكسور، وكمان كلمة numerator، numerator اللي هو البسط، والdenominator يعني المقام. لكن هو يعني مش بلاقي في امتحانات الانجليش كلها اي سؤال كعملية حسابية ان انا اعملها. لكن مثلا ممكن يجي يقول لنا، يدينا مثلا رقم زي ده ويقول لنا ده fraction or decimal. ده طبعا fraction كسر اللي هي one third، ده كده يعتبر fraction او كسر. لكن لما بلاقي points والحاجات دي، ده اللي اسمه decimals. تمام كده. يلا let's read the story. we عندنا الستوري أو the name of the story Jack and the Beanstalk، يعني جاك وشجرة الفول. بيقولن Jack and his mother were very poor. Go to the market and sell our lost cow, said Jack's mom. Please get a good price, Jack. بيقولن إن جاك ومامته دول كانوا فقراء جدا. ففي يوم مامته بتقوله، يا جاك روح السوق وبيع آخر بقر عندنا، ومن فضلك هات لنا سعر كويس. On the way to the market, Jack met an old man. I have these special beans. They wanted to buy them. They will make you rich, said the man. في الطريق وهو رايح للسوق قابل راجل عجوز، والراجل ده بيقول له، تحب تشتري حبات الفول المميزين دول؟ دول هيساعدوك وهيخلوك غني. Jack bought the beans. But his mother was very angry. We need food, Jack, not beans. She threw them out of the window. Sorry, Mom, said Jack. I thought they would help us. Jack went to the bed. He was sad and very hungry. Jack اشترى الفول ورجع لمامته، لكنها غضبت جدا وقالت له، احنا محتاجين اكل مش حبات فول، وقامت واخداهم ورمياهم من الشباك. جاك حس بالأسف جدا واعتذر لمامته وقال لها، أنا آسف، ودخل ينام يا عيني وهو جعان وحزين. The next morning, Jack saw a very tall beanstalk in the garden. It went all the way up to the clouds. Jack climbed the beanstalk. At the very top, he saw a castle. Jack went inside to see if anyone needed help. في الصباح اللي بعد كده واليوم اللي بعد كده، جاك خرج من البيت بتاعه، لقى شجرة طويلة جدا، شجرة فول طولها واصل لعالي جدا لحد السحاب. جاك اتسلقها ولقى في قمتها قلعة، قال يخش جوه القلعة دي يشوف إذا كان في حد محتاج حد يساعده. Suddenly, Jack saw a very big giant. He was counting bags of gold coins. There was a hen on the table. The hen was in a cage. Next to the hen was a golden eggs. طيب بيقول لنا انه فجأة جاك شاف مارد ضخم جدا وكبير جدا، كان عمال يعد فيه شنط من الذهب، وكان موجود جنبه فرخة على الترابيزة، وكانت الفرخة دي محبوسة جوه القفص، وكان موجود جنب الفرخة بيضة ذهبية. The hen looked very sad. It was a magic hen and it got took. Help me, please, cried the hen. Save me from this troubled gin. يعني الفرخة كان شكلها حزين جدا، وهي كانت فرخة سحرية أو دجاجة سحرية، وكانت بتقدر تتكلم، وقالت له، ساعدني من فضلك، وهي بتعيط، أنقذني من المارد العملاق.
As soon as Jack reached his garden, he grabbed his axe. He chopped down the beanstalk. The giant fell on the ground and ran away. The hen was happy. It was free at last. بمجرد إن جاك نزل ووصل للجنينة بتاعته، جاب بسرعة الفاس وقام قطع الشجرة بتاعت الفول دي. فاللي حصل إن المارد العملاق ده وقع على الأرض، فطبعا خاف وهرب، والفرخة أصبحت سعيدة جدا لأن هي أصبحت حرة في النهاية. Thank you for helping me, Jack. You are a kind boy. Can I please stay with you and your mother? Jack and his mother weren't poor anymore. They sold the golden eggs to buy food. Jack and his mother lived happily ever after. الفرخة شكرت جاك وبتقول له: انت ولد لطيف قوي يا جاك، ممكن تخليني معاك انت ومامتك؟ فطبعا هو ومامته ما بقوش فقراء بعد كده، لان هم بقوا ياخدوا البيض الذهب ويبيعوه، وطبعا يشتروا بيه الطعام، وبعد كده بقوا مبسوطين جدا. طيب let's answer the exercise. يلا بينا نحل ال exercises اللي على lesson 4. وعندنا number 1، سؤال ماتشو بيقول لنا: chop يعني يقطع، grab يجلب، beanstalk اللي هي شجرة الفول، giant يعني عملاق، و cage يعني قفص، و castle يعني قلعة. Let's read. Group B بيقول لنا: a very large building built a long time ago. يعني هو مبنى كبير جدا اتبنى من مدة طويلة، وطبعا اللي هي القلعة. يبقى هنكتب letter A جنبيه number 6. بعد كده B بيقول لنا: to cut something down يعني ان احنا نقطع حاجة، وطبعا يقطع يعني chop اللي هي number 1. Letter C: a box in which we keep animals. يعني هو عبارة عن صندوق اللي احنا بنحفظ فيه الحيوانات، وطبعا القفص اللي هو الكيج number 5. A very very big person. طبعا راجل ضخم جدا او كبير جدا، يبقى الجاينت اللي هي number 4. Letter E بيقول لنا: to pick something up quickly، ان انت تجيب حاجة بسرعة، وطبعا يجلب يعني grab number 2. وآخر واحدة: the stem of a bean plant that's fast growing and tall. يعني الساق بتاع نبات الفول واللي بينمو بسرعة جدا وبيطول، طبعا البين ستوك اللي هي number 3. Now let's answer the choose question. يلا بينا نجاوب على السؤال اللي choose. طبعا choose the correct word. number 1: he is very space. he has a lot of money. حد عنده فلوس كتيرة جدا، يبقى هو very ايه؟ طبعا غني. poor or rich or sad. طبعا rich هي غني. she keeps two little birds in a. هي يعني بتحتفظ بطائرين صغيرين في ايه؟ in her flat في شقتها، بيشيلوا العصافير في ايه؟ في القفص. not castle and not a cave but cage. space people are very big. مين الناس اللي بتكون كبيرة جدا؟ giant العمالقة يعني. Miss Rania's very troubled, angry, kind. All children love her. كل الأطفال بيحبوها، يبقى هي طبعا لطيفة. Kind. They are very space, poor or rich or large. They can't buy the food they want. هما بيقدروش يشتروا الأكل اللي بيحتاجوه، يبقى طبعا poor فقراء. The giant was kind, troubled, happy. The hen didn't like him. العملاق كان ايه؟ الفرخة ما كانتش بتحبه، يبقى اكيد ما كانش لطيف ولا happy، كان troubled، مرعب او مريع او فظيع. number 7 بيقول لنا: the hen was at last free or sad or angry. it can run, play and enjoy. الفرخة اصبحت ايه في النهاية؟ بقت تقدر تجري وتلعب وتستمتع، يعني طبعا free، حرة، not sad and not angry، لأنه بيقول لنا بتلعب وتتبسط. Farmers has fence castles flat to grow fruits and vegetables. الفلاحين كان عندهم إيه؟ بيزرعوا الفواكه والخضروات، طبعا حقول بيزرعوا فيها يعني fields. Supply the missing vowels. عايزنا نحط الباول اللي ناقص، وطبعا كيك ناقصها الإيه والإي، طبعا حاجات كي جي دي.
اللايم، الاي والاي. كلنا طبعا بنذاكر وبنحفظ الكلمات يا ولاد علشان نبقى شاطرين والمنهج ما يبقاش تقيل علينا، بننزل درس درس وان شاء الله الدنيا تبقى بسيطة بالنسبة لك. بين اي اي اوكي جريب اي، وفي الاخر اي جريب. كمان اج، اج letter اي. ملك اي، ام اي ال كي. رايس، رز، راي اي 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 اي. كاندي، ايه كاندي. تمام كده معانا، وكمان خلصنا البيج دي من الاكسرسايزز، ويلا بينا نشوف اللي وراه. Let's study lesson 5 and lesson 6. يلا بينا نذاكر lesson 5 و lesson 6 كمان في نفس الفيديو، لأن هو خلاص آخر درس ودرس صغير جدا. وعندنا المين vocab أو الكلمات الأساسية dish dish، semolina semolina، sugar sugar، melted butter melted butter، baking powder baking powder، almonds almonds، syrup syrup، diamond shape diamond shape. بعض الverbs أو some of verbs: turn on turn on، get hot get hot، way out way out، mix mix، add add، pour pour، cook cook، bake bake، boil boil، take out take out، cut cut، share share، stuffed stuffed، oven oven، by hand by hand، mixture mixture، saucepan saucepan، knife knife، cup cup، drinks drinks. Let's read the lesson. وهنا بيعرفنا how to write about the ingredients، how to write about my favorite recipe، how can I write a paragraph about making of any food، يعني ازاي اتكلم عن وجبتي المفضلة، ازاي اتكلم عن اني ازاي اطبخها، ازاي اتكلم عن ال ingredients بتاعتها. وطبعا ال ingredients يعني المكونات، وهنا بيوصف لنا طريقة عمل البسبوسة، وبيقول لنا 2 كاب سيمولينا يعني فنجانين من دقيق سميد، 1 كاب ييجرت يعني فنجان من الزبادي، 1 ثيرد كاب شوجر تلت كوباية سكر، هاف كاب مالتد باتر يعني نص فنجان من الزبدة السايحة، 1 تي سبون فول بيكنج باودر يعني معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 1 كاب كوكونات يعني فنجان من جوز الهند، almonds اللي هو اللوز، سيرب الشربات أو العسل اللي بنحطه عليها، و 3 4 كاب ووتر يعني 3 أرباع كوباية مية، and 2 تيبل سبونفول هاني يعني 2 معلقة كبيرة من العسل. عندنا هنا في الليسون بيقول لنا we cook lots of different things such as lentil soup، فول مدمس، and stuffed vegetables يعني احنا بنطبخ وجبات مختلفة جدا او حاجات مختلفة جدا زي الفول المدمس، زي شوربة العدس والخضار المحشي. My favorite thing to bake is بسبوسة، اكتر حاجة بحب اخبزها هي البسبوسة. This is how you make it، ودي الطريقة اللي تقدر تعملها بيها. First you need to turn your oven on to get it hot. قبل ما نفكر نعمل البسبوسة، يلا بينا نولع الفرن عشان يسخن على ما نحضر حاجات. Then weigh out the ingredient. بعد كده حضر المقادير بتاعتك، اوزنها وحضرها. Then you mix the semolina, coconut, sugar and melted butter. بعد كده هتمزج مع بعض الدقيق مع جوز الهند مع السكر والزبدة السايحة. You should mix these ingredients by hand. لازم تدمجها بإيدك، ما ينفعش تستخدم الميكس بلندر. تمام. I love doing this. أنا بحب أعمل ده قوي. Then you add the yogurt and pour the mixture into a baking dish. بعد كده هتضيف عليهم الزبادي
وتصب الخليط ده في في الصينية اللي انت هتخبز فيها او صينية الخبز. You can use a knife to make diamond shapes. طبعا تقدر تستخدم السكينة في انك تعمل لها اشكال زي شكل الدايموند at the top of the بسبوسة، على قمة البسبوسة من فوق، يعني على وشها من فوق. Put an almond on each diamond، يعني هتحط لزاية على كل دايمونداية انت عاملها. It looks really pretty، شكلها حلو قوي. Bake the بسبوسة in the oven for 30 minutes، هتحطها في الفرن لمدة 30 دقيقة. ندخل على السيرب، بيقول لنا make the syrup، هيعرفنا كمان نعمله ازاي الشربات. Put the honey butter and lemon juice in the saucepan، يعني هنحط العسل والمية وعصير الليمون في إناء كده صغير. Boil the mixture for about 10 minutes، وهنغلي الخليط ده لمدة 10 دقايق. خلصنا السيرب وخلصنا البسبوسة. Take it out of the oven، طلعها بقى بره الفرن. Then pour the syrup over the بسبوسة، وادلق الشربات ده على البسبوسة من فوق. Cut the بسبوسة and share it with your family، اقطع البسبوسة وشاركها مع أسرتك. وبكده نكون خلصنا كمان lesson 5 و6، وبكده كمان نكون خلصنا شرح يونت 1 كله. انتظروني ان شاء الله في يونت 2 بإذن الله قريب جدا. هسيب لكم لينكات الليسونز اللي قبل كده، اللي هو lesson 1 و2 و3 بالشرح بتاع الجرامر. لو الفيديو عجبكم، لو فاتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك، لان اللايك بيخلي الناس اكتر تشوف الفيديو، او ان هو بيتعرض اكتر عشان نشوفه. واشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.